بدأت المطبخ أول يوم بـ30 وجبة وكان معايا بس واحد مساعد واثنين دليفري. تاني يوم الفكرة كبرت بقى معايا أكتر من 5 أو 6 دليفري ومعايا 5 أو 6 في المطبخ كلهم متطوعين لوجه اللي ما حدش فيهم بياخد أي مقابل مادي. بقت الوجبات دلوقتي معايا بتوصل لـ120 وجبة. احنا بنكتب له جملات اللي هي يشوفها يفرح وفي نفس الوقت تساعده معنويا. بنقول له بنحبكم ونتمنى لكم الشفاء، انت اقوى من الكورونا. يعني بنكتب كذا جمله بحيث ان هم لما يقروها يفرحوا ويتبسطوا بيها. يعني التحديات والصعوبات اللي بتواجهنا ان احنا يعني مثلا مكان الناس مثلا اوقات بيبقى بعيد، بيبقى عايزين اكبر قدر من الامكان ان احنا ايه نساعد، يعني نساعد الناس، وبنحاول نلم اكتر قدر من الامكان من الناس عشان نقدر نساعد.